هفترض انه مصر دخلها مليون جنيه مثلا، يعني اللي بيتصرف قد ايه؟ قولي لنا المليون جنيه دي الاول بتيجي منين وبنصرفها في ايه؟ طيب المليون جنيه دي 70% بيجي منها من الضرائب. تمام. فده مهم جدا ان احنا نذكره ان احنا اهم مورد لينا الضرائب، وده حقيقي مش غلط ومش عيب. لو حضرتك اشرت لفرنسا، فرنسا نفس القصه، معظم مواردها جايه من الضرائب. تاني حاجه عايزه اقولها وهي مهمه جدا، ان كل الموارد الاخرى غير الضريبيه هي دي اللي محتاجه ياخد حقها ونوفيها وبنزودها الوقت الجاي، هي 30%. بس كمان عاملين بنبتكر في الموارد، يعني مثلا استرداد الاراضي، مناجم ومحاجر، نحاول ان احنا نجيب مثلا شركات قطاع اعمال عام نحاول نحطها في البورصه، اللي هو برنامج الطروحات اللي احنا بنعمله. بس عايزه اقوله في الاول ان احنا كان بقالنا فتره طويله جدا، يعني مثلا زي ما كان الواحد كده مثلا بيجيله 2000 جنيه كل شهر بس بيصرف 3000. عظيم. فهو في 1000 جنيه كان في تلت الموازنه كل سنه لعقود طويله كنا بنتحملها كعجز. عجز يعني ايه؟ يعني بستلفه. صح. يكوم عليا العجز سنه فوق سنه، يعمل حاجه اسمها الدين. الدين العام اللي احنا وصلنا فيه المراحل كانت عالية جدا لا يمكن السكوت عليها، واللي خلت اي حد يجي يستثمر عندي يقول لي لا على فكرة انت شكلك بتصرف اكتر ما انت بتنتج. اي واحد استهلاك ونشاط استهلاكي طول الوقت ومصروفاتك الجارية اعظم من مصروفاتك الاستثمارية، يبقى انت شكلك انت الاقتصاد بتاعك ده ما نجيش ايه نستثمر فيه. تمام. خلينا ماشيين في نفس المثال معلش يا استاذ سارة.